بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الإنسان لا بد من أن ينادي، لا بد من أن يدعو، لا بد من أن يطلب، لا بد من أن يرجو، لا بد من أن يتوسل، لأن الإنسان خلق ضعيفا، يصيبه ضعف في جسمه، ضعف في دخله، ضعف في قوته. الإنسان في الأصل ضعيف، ومن شأن الضعيف أن يدعو، من شأن الضعيف أن يستجير، أن يستغيث، أن يطلب، أن ينادي. فهذا من شأن الإنسان، من طبيعة الإنسان. ما منا واحد إلا ويدعو. من هو المؤمن؟ هو الذي يدعو الله عز وجل. من هو غير المؤمن؟ هو الذي يلتفت إلى غير الله، هو الذي يتضعضع لغير الله، هو الذي يرجو غير الله، هو الذي يهرق ماء وجهه لغير الله، هو الذي يتمسكن لعبد مثله لا يقوى على شيء. الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يدعو غير الله، وأن المؤمن يدعو الله عز وجل. ثقة المؤمن كلها في الله عز وجل، ثقة أهل الدنيا ببعضهم بعضا. لذلك المؤمن موحد، الكافر مشرك. المؤمن يدعو من هو أهل للدعاء، الكافر يدعو من هو ضعيف لا يستجيب له، لا يسمعه، وإن سمع له لا يستجيب له. لذلك دقق في كلمة ولقد نادانا نوح. ما في واحد من دون استثناء إلا وألمت به ملمة، مصيبة، شبح مصيبة، خوف، قلق، مرض، ضيق ذات يد، ضعف، مستضعف، لا يقوى على شيء، الأبواب كلها مغلقة أمامه، يشكو من بيته، من أهله، من زوجته، من جسمه، من دخله، ممن هم فوقه. شأن الإنسان هو الضعف، وشأن الضعيف هو الطلب والدعاء والرجاء والتوسل. لكن المؤمن يرجو الله وحده، يثق بالله وحده، يؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأنه يسمعه. وأنا في طريقي إلى المسجد خطر في بالي أنه من هو أكمل المجيبين؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ من هو أكمل مجيب؟ هو الله جل جلاله. فلماذا؟ لأنه يسمع دعاءك ولو دعوت بنفسك. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك أن تضم شفتيك وأن تجعلهما لا تنبسان ببنت شفا، وبإمكانك أن تدعو، أن تدعو في سرك، تقول يا رب أعني، يا رب أنقذني، يا رب لا تكلني إلى أحد سواك، يا رب ليس لي أحد سواك، يا رب أنا ضعيف فقوني، يا رب أنا فقير فأغنني، يا رب أنا جاهل فعلمني. بإمكانك أن تدعو وأنت ساكت. ولقد نادانا نوح. فأكمل مجيب هو الذي يسمع، لكن من كان دون الله عز وجل كيف يجيبك إن لم يكن إلى جانبك؟ إن أعطاك رقم هاتفه وضاع منك الرقم ماذا تفعل؟ إن كنت في مكان ليس معك رقم هاتفه ماذا تفعل؟ إن أعطاك رقم هاتفه وكان هذا الرقم معك واتصلت به فليس بالبيت، ليس موجودا، أو جهازه معطل، هذا ليس مجيبا إذن. أما الإنسان أينما ذهب، أينما حل، أينما ارتحل، أينما توجه، في بلده، في موطنه،
في حله، في ترحاله، في سفره، وحده مع الناس في مدينة في الصحراء. ولقد نادانا نوح. طيب سيدنا يونس أين نادى الله عز وجل؟ ناداه في بطن الحوت، في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. في البحر في مكان الظلام دامس، ينعدم الضوء كليا بعد 200 متر تقريبا. فالحوت إذا غاص في أعماق البحر ففي بطن الحوت ظلمة، وفي البحر ظلمة، والوقت ليل، ظلمة الليل على ظلمة البحر على ظلمة قلب الحوت. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. سيدنا يونس نادى الله عز وجل وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أخي المؤمن، هل تجد مجيبا كالله عز وجل؟ يسمعك أينما كنت، أينما حللت، أينما ارتحلت، في يسرك، في عسرك، في غناك، في فقرك، في صحتك، في مرضك. الإنسان يحتاج إلى اتصال، إلى هاتف، إلى برقية، إلى مخابرة، إلى صياح، إلى كتابة، إلى ترجمة أحيانا ترجم له. أما الله عز وجل وأنت ساكت يعلم السر وأخفى، يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. ما معنى فلنعم المجيبون؟ نسمعك، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أنا معكم. وقال موسى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، لحقونا، البحر أمامنا، فرعون من ورائنا. فرعون وما أدراك ما فرعون، بقوته وجيشه وبطشه وحقده وجبروته، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم جاءه جبريل قبل أن يوضع في النار، سأله جبريل ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا، ليس مني، من الله. قال علمه بحال يغني عن سؤالي. فنحن هذه القصص ليست للاطلاع، هذه القصص القرآنية. سيدنا إبراهيم قبل أن يلقى في النار، سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنت مؤمن، ما عندك ورطة أطلاقا، ما عندك مشكلة، ما في ضائقة، ما في شبح مصيبة، ما بصير. بالمناسبة المتفوقون المؤمنون الصادقون يزداد نشاطهم في الرخاء وفي الطمأنينة وفي الصحة وفي الغنى، لكن ضعاف الإيمان الرخاء لا يناسبهم. الرخاء يعني الكسل، الرخاء يعني النوم، الرخاء يعني التواني، الرخاء يعني صلاة فيها تكاسل، الرخاء يعني غفلة عن الله عز وجل. لذلك حكمة الله جل جلاله، وهذا من فضله علينا، أنه يسوقنا إلى بابه بالمشكلات، يسوقنا إلى بابه. الإنسان لولا المصائب لمن دفع إلى باب الله عز وجل، لمن دفع إلى الله وإلى رسوله وإلى بيته وإلى مجالس العلم. فهذه نعمة، لو الله عز وجل تركنا هملا وبقي الناس في غفلة إلى أن جاء وقتهم المعلوم فاستحقوا النار. الله جل جلاله مربي، هو رب العالمين، معنى رب العالمين يربي هذه النفس، ينقلها من حال إلى حال، من طور إلى طور،
من منزلة إلى منزلة، من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان إلى مرتبة الشهود إلى مرتبة الفناء إلى بنقلك بقلبك. فلذلك أكثر شيء تتعامل معه أنت أيها المؤمن هو الدعاء. هل أقول لكم كلمة أوضح من ذلك؟ بل إن الدعاء هدف لذاته، ما يسوق الله للإنسان ما يسوق إلا كي ندعوه، إلا كي نتضرع إليه، إلا كي نقبل عليه، إلا كي نتوسل إليه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أول شيء يجعل الطلب من الله طلبا ذكيا أن الله معك أينما ذهبت، أينما كنت، مهما كنت في حرج، مهما كنت في ورطة، مهما كنت في ضيق، مهما كنت في قبضة عدوك، الله معك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. شيء ثاني، الله يسمع، إذن يسمعك في أشد الحالات، يسمعك وأنت ساكت. يعني إذا خطر في بالك أو إذا توجهت إلى الله في قلبك وقلت يا رب أنقذني ليس لي سواك أنا عبد ضعيف، يعني إذا قلت يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بك من أن تحل بي غضبك أو تنزل بي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع غضبك، لك العتبى حتى ترضى. شيء جميل جدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ما لك مناجاة مع الله؟ ما لك لك ساعة صفاء، ساعة إقبال، ساعة دعاء؟ ولقد نادانا نوح، يعني كأن الله جل جلاله، إن كنت مصيبا في هذا الكلام، كأن الله يسوق بعض المشكلات ليسمع صوت عبده اللهفان. إنه يحبك وأنت مطلوب عنده، ولا تأتيه طوعا، لا تأتيه إلا بهذه الطريقة. قلت لكم قبل قليل المتفوقون المؤمنون الصادقون جو الراحة النفسية والأمن والدعة، هذا يزيدهم شوقا إلى الله عز وجل واجتهادا في طريق الله عز وجل. لكن الضعاف إذا اطمأنوا أو اغتنوا أو أمور كانت ميسرة تماما، هذا من شأنه أن يقعدهم، أن يبطئ بهم السير إلى الله عز وجل. لذلك الله هو الحكيم، يسوق لنا من الشدائد ما يدفعنا إلى بابه، ما يجعلنا نلوذ به، نقبل عليه، نتوسل إليه، نعتمد عليه، نستغفره. الشيء الثاني، أيام إنسان بيسمعك معك لأنه واقف جنبك، دخلك فلان يقول لك والله ما بيدي شيء، الأمر مو بيدي، أتمنى والله. يعني إذا الإنسان بأحشاء الداخلية صار في مشكلة، مهما كان إنسان بيحبه قريب منه يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة، أمر بيد الله عز وجل. انتقلنا من صفة السمع وهو في أرقى حالاته، أرقى حالات السمع أن يسمعك وأنت ساكت، يكفي أن تتوجه إليه بقلبك يا رب ليس لي إلا أنت، يسمعك. بس الله عز وجل ليس فقط يسمعك، يسمعك وهو قادر على كل شيء، قادر يوقف الورم الخبيث بلا دواء. والله الذي لا إله إلا هو، أشخاص كثيرون أعرفهم أخذت خزعات من رئاتهم، أخذت إلى بلد غربي، فإذا مرض خبيث من الدرجة الخامسة،
ولا سبيل إلى بقائه حيا أبدا، لأن زرع الرئة ليس ممكنا حتى الآن. هذا الإنسان التجأ إلى الله واعتمد عليه وتوسل إليه، والله الآن حي يرزق، لا يشكو شيئا، وقد مضى على هذه الحادثة أكثر من 10 سنين. الشيء اللطيف أن الله مو بس معك، على كل شيء قدير، بيفتح المجاري، بيحرك الأعصاب، بيحرك العضلات، بيذوب الجلطة، الدسام بيجعله محكم. هذا الذي حار به الأطباء، هذا الذي يقول عنه الأطباء الشفاء الذاتي. أي شفاء ذاتي؟ شفاء رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ألا تحب أن يكون الله معك؟ كن مع الله. ألا تحب أن يكون الله جليسك؟ أتحب أن أكون جليسك يا موسى؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. فربنا عز وجل ليس سميعا فقط، سميع وقادر. أعطى أعدائك في قبضته، أقوى جهة في الأرض في قبضته، أعدائك، أصدقائك، أقربائك، أهل بيتك، أولادك، من فوقك، من تحتك، من يلوذ بك، من لا يلوذ بك، المخلوقات، الحيوانات، الفيروسات. الإنسان حسب قواعد العدوى لازم ما يكون ولا واحد صحيح. من الذي يحميك من هذه الفيروسات وهذه الأمراض الخبيثة وهذه الأمراض المعدية وهذه الأمراض السارية؟ من يحميك؟ الله عز وجل سميع وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. بس يكون درس الماضي بعتقد، طائرة على ارتفاع 43,000 قدم فوق جبال الألب احترقت وانفجرت وانشطرت شطرين، واحد وقع منها في مكان الانشطار وظل يهوي 43,000 قدم إلى أن سقط على غابة مكسوة بالثلج بسماكة 5 أمتار. هذه الأمتار الخمسة مع مرونة الأغصان، أغصان الثرو والصنوبر، امتصت كل هذه الصدمة والاندفاع، نزل واقفا. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. الشيء الثالث، أيام شخص استمع إليك، استمع وهو قادر على أن ينقذك من ورطتك، لكنه لا يحبك، لا يحبك، لا يرحمك. ربنا عز وجل يستمع إليك وهو قادر على أي شيء تطلبه منه، والله عز وجل لحكمة يريدها يخلق من الضعف قوة، من الفقر غنى، تلاقي فقير. عجيب الأمر، ما هي إلا سنة أو سنتان حتى أصبح غنيا، ضعيف أصبح قويا، عليل أصبح صحيحا. الشيء الثالث، ربنا عز وجل رحمن رحيم. لو يعلم المعرض حبي له وشوقي إليه وانتظاري لترك معاصيه تقطعت أوصاله من حبي. هذا حبي، هذا شوقي لغير المؤمن، فكيف شوقي للمؤمن؟ أنت مطلوب. أنا اخترت 3 صفات، أنه سميع، وأنه قدير، وأنه محب. هذا معنى فلنعم المجيبون. لماذا هو نعم المجيبين؟ لأنه سميع وقدير ومحب.
حذف وحدة ما عاد نعمل مجيبين. احذف السمع، لك شخص يحبك حبا جما ويحرص على كل مصالحه لكن بعيد عنك. أحيانا بيكون الابن بأمريكا والأب بالشام، والابن بار بيقدم روحه لوالده بس مو هو، والده صار معه مرض مو هو. طيب لو كان معك وغير قدير ما في يساوي شيء. طيب معك وقدير ما بيحبك. يعني لو أن صفة تخلفت ما عاد فلنعم المجيبون. ربنا عز وجل أثنى على نفسه قال نعم المجيبون نحن، فكم هو أحمق هذا الذي يتوجه لغير الله، كم هو أحمق هذا الذي يعلق آملا على غير الله عز وجل، كم هو أحمق هذا الذي يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، كم هو أحمق هذا الذي يتضعضع لغني يريد ماله، كم هو أحمق. اسأل الله من فضله، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. اسأل الله من فضله، اطلب من الله كل شيء. إن سألت الله عز وجل اسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، استعذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأله ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، واستعذ به مما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. كن طمع، كن الطمع، الطمع مع الله عز وجل. كن طموحا لا ترضى بالقليل. قالت له امرأة سألت أميرا عطاء أعطاها عطاء كثيرا، وزيره قال يا سيدي كان من الممكن أن ترضى بالقليل، كان يرضيها القليل، لقد أعطيتها كثيرا. فأجاب الأمير إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. قال له إنه كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك بهذا الكرم. قال إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. فربنا عز وجل ولله المثل الأعلى يعاملنا على أننا إذا رضينا بالقليل لا يرضى إلا بالكثير. الدليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني إذا واحد ملك قال له لواحد اطلب مني، قال له قلم رصاصي، بس قلم رصاص، اطلب سيارة، اطلب بيت، اطلب منصب رفيع، ملك يطلب منك. فالله عز وجل درس الأسبوع الماضي إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. اطلب الجنة، اطلب سعادة الأبد. هنا في أشخاص يعني يكفي أن يشتري هذا البيت هذا كل منا بس ما بدهم في البيت، يكفي أن يتزوج هذه المرأة، انتهت كل طلباته من الله عز وجل. ما أضعف هذا الإنسان، ما أضعف بصيرته، ما أقل طموحه. إن كنت لا تعرف الله اعرفه، هو أكرم الكرماء. إذن أول نقطة نعم المجيبون لأنه يسمعك أينما كنت، يسمعك بلا كلام، يسمعك وأنت ساكت. والدليل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ومن الدعاء، والنبي الكريم رأى أناسا يدعون الله بصوت مرتفع قال إنكم لا تنادون أصما، لو أنكم ناديتموه بقلوبكم لسمعكم. النقطة الثانية
لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إن في أشخاص لضعف إيمانهم أخي لك أنا ما في أمل الزواج، ليش ما في أمل الزواج؟ ما معي حق بيت. شو الكلام هذا؟ أنت أكرم من الله عز وجل. لما الله يريد يخلق شيء يخلق لك شيئا على غير قوانين الحياة، لك الله عز وجل جعل الحياة قواعد ويخلقها دائما إكراما للمؤمن. أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومعنى مخرجا يعني كان مغلق الأمر، نزلت فلما استحكمت حلقاتها. أحيانا الطريق هذا مغلق، الطريق مغلق، وظيفة ما في، تعيين ما في، عمل حر ما في، شركة ما في، سفر ما في، زواج ما في، شراء بيت ما في، هي استحكمت حلقاتها. يبدو أنه أنت تطرق أبواب الأرض كلها مغلقة، أما إذا طرقت باب السماء فتحت لك كل الأبواب. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. هذا معنى قول الشاعر: كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. مؤمن لك اتصال بالله، مؤمن لك ثقة بالله، مؤمن لك يقين بحكمة الله عز وجل، مؤمن لك يقين أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن بيده الخير فقط، كله خير، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. وإذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. والمؤمن يتلو قوله تعالى فيقشعر جلده: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن مستسلم. إذا: ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإيمان. الإيمان طمأنينة، الإيمان تسليم، الإيمان رضا بقضاء الله وقدره. المؤمن دائما يقول: يا ربي أنا راض بقضائك. حدثني أخ طبيب في مستشفى قال لي: والله جاءنا مريض معه ورم خبيث في أمعائه، وقال لي: وهذا المرض من أشد الأمراض إيلاما، بل إن معظم المصابين بهذا المرض مهما كانوا متجلدين يصيحون صياحا عجيبا من شدة الآلام. قال: جاءنا مريض مؤمن معه ورم خبيث في أمعائه، قال لي: والله ما دخل عليه إنسان إلا وقال له: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. بقي أياما عدة
إلى المال، إلى الطعام، إلى النوم، تركتم الصلاة، تركتم التفكر، التذكر، تلاوة القرآن، العمل الصالح. الله عز وجل يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. آية ثانية: قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آية ثالثة: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله في عنده كرب عظيم، كرب لا يحتمل، في أمراض وبيلة، في ذل، في إهانة، في تقييد حرية، 30 سنة محكوم في صحراء في غرفة صغيرة. يعني أحيانا الله عز وجل بيكون الكرب العظيم فقد الحرية، بيكون الكرب العظيم مرض كبير، مرض خطير، أيام الكرب العظيم ذل، أيام فقر مدقع، تشتهي أن تأكل التراب. أحيانا عضو من أعضاء الإنسان يتعطل، واحد أصيب مستقيمه بشلل، مستقيمه آخر مكان بالأمعاء الغليظة. إذا القدر لا يخرج. عرض على إنسان 10,000 ليرة كل شهر لينزل بأصبعه هذا القدر، ما في إمكان. نعمة أن الإنسان يخرج من دون مساعد، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. لو أن القناة الدمعية سدت لأصبحت حياة الإنسان جحيما، دائما الدمع نازل والدمع قلوي والجلد حساس، دائما في خط ملتهب، والقناة الدمعية دقيقة جدا. فقد البصر قليل، فقد السمع قليل، شلل قليل، الإنسان ثقيل. كل مكانتك وكل كرامتك وكل محبة الناس لك لأنه عم تتحرك بنفسك، لو فقدت هذه الحركة والله لتمنى أقرب الناس إليك انتهاء الحياة. الله خفف عنا بجاه الحديث، ما بقى نتحمل. أقرب الناس إليك ابنك الذي من صلبك يتمنى نهاية الحياة لك. أنت محبوب لأنه الله عز وجل أعطاك قوة، محبوب، ظلك خفيف لأنك خفيف. أما إذا الإنسان أصيب بالشلل وأصبح طريح الفراش، عندئذ يتمنى أهله، وأقسم بالله يفرحون بوفاته، ولو لبسوا السواد، ولو أطالوا زقونهم. المظاهر هي، لكنه إذا فقد الإنسان سمعه أو بصره أو قوته أو عقله يخافوا منه، بصير بده واسطة لقصير. هذا كرب عظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيها الإخوة الأكارم، لا تسلك سبيلا يكون الكرب العظيم لا بد منه، لا تمشي مع الله طريق مسدود. الكرب العظيم يراه الناس رأي العين، فيضانات، أعاصير، إعصار الذي ضرب أمريكا ترك خسائر 30 مليار دولار، 30 مليار، يعني بقدر نفقات حرب الخليج. فيضانات، 1500 إصابة في الباكستان، فيضانات، صقيع أحياناً، أحياناً حرائق، أحياناً نزوح، حروب أهلية، أمراض، الإيدز، كرب عظيم هذا. مقدرين بعد عدة سنوات 20 مليون إنسان يموت بالإيدز. في أمراض كرب عظيم، في وباء، في ماء، في هواء، أعاصير، في
كما قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. في مدينة اسمها فيزوف بسفح جبل فيزوف في إيطاليا سار بركان الساعة الثانية ظهرا. هذا البركان حمم من اللهب مع رماد بركاني، رفع الحرارة إلى 800 درجة وغاز خانق معه، فهذا الرماد تراكم فوق هذه المدينة ودمرها عن آخرها. بعد مئات الأعوام أثناء التنقيب وجدوا مدينة وهم يأكلون الطعام، هذا الرماد أصبح كالصخر، وأصبحت الأشياء التي كانت وقتها فراغات حقنوها بالجبصين السائل، فإذا مشاهد لا تصدق. امرأة تنحني على طفلها، أناس يجمعون الحلي من الخزن من الخزائن، مدينة جاءها الكرب العظيم بعد الظهر. كل إنسان مات في حاله، حتى بعض الكلاب في حال الزعر، حتى المساجين من السجون نقبوا في هذه المدينة كل شيء، كل شيء في فراغ حقنوا جبصين سائل، فلما تجمد هذا الجبصين ظهر الشكل. طعامهم، شرابهم، حماماتهم، قصورهم، بيوتهم، هذا كرب عظيم. في نكبات، في زلازل، في زلازل تضرب المدينة بأكملها، في قنابل نووية على هيروشيما أجد 300 ألف قتيل في 8 ثواني أصبحوا قتلى، ففي كرب عظيم. فالإنسان لا ينجو من الكرب العظيم إلا إذا كان مع الله. وكذلك ننجي المؤمنين، اسمعوا الآية: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين. قال: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. من هم أهله؟ الذين آمنوا به. كلمة الأهل في القرآن تعني المؤمنين. وجعلنا ذريته هم الباقين، لأن سيدنا نوح كل من ركب في السفينة نجا ومن لم يركبها هلك. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال: جاءته امرأة، هكذا تروي القصص، لسيدنا نوح، قالت له: يا نوح متى الطوفان؟ قال لم يأتي بعد. قالت: إذا جاء الطوفان لا تنسني. يعني قصة قد تكون رمزية. سيدنا نوح وهو في السفينة والبحر والطوفان في أوجه تذكر المرأة، نسيها، فلما انتهى الطوفان جاءته قالت له: يا نوح متى الطوفان؟ يعني الله عز وجل لا ينسى وينجي كل مؤمن. نعم. قال: وتركنا عليه في الآخرين. معنى هذه الآية: تركنا عليه اسما طيبا وسمعة حسنة وذكرا عطرا في الشعوب التي جاءت بعده. هذا شيء مهم جدا. إنسان بيموت، إما أن يقال لعنة الله عليه في كل مجلس، أو أن يذكر بالحسنى. فجزء من إكرام الله للإنسان أن المؤمن يثني عليه الناس، له سمعة طيبة، له ذكر حسن، تتعطر المجالس بذكره. أما أهل الكفر والنفاق، يعني أينما حلوا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في الدنيا والآخرة إنا كذلك نجزي المحسنين. يا أخوان، العاقبة للمتقين.
أنت ماشي مع رب العالمين، ماشي مع خالق الكون، إذا كنت معه فالعاقبة لك، ينصرك ويؤيدك ويوفقك ويسدد خطاك، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله مع المتقين. قالوا هذه معية خاصة، هو معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، وهو معكم أينما كنتم، هي معية عامة، الله مع حتى مع الكافر، لكن إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، هذه معية النصر والتأييد، معية التوفيق، معية الرضا، معية العناية. يا أخوان، أروع ما في هذه الآية أن الله عز وجل بعد أن قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. هذه قصة وقعت مرة واحدة من أجل أن يجعلها الله قانونا، من أجل أن تكون لك أنت أيها المؤمن. الله عز وجل قال إنا كذلك نجزي المحسنين، لأنه كان محسن هكذا عاملنا، كن أنت محسنا وتعامل كهذه المعاملة على نفاق طبعا آخر. معناها إذا كان جاء كرب عظيم، إذا جاء بلاء، إذا كنت في ضيق مادي، إذا شبح مصيبة، شبح مرض خطير، خلاف زوجي، ضيق ذات اليد، في مشكلات، لك عدو قوي، أنت مستضعف، يتملكك، هذا كرب عظيم. اقرأ القصة، هذه ليست للقراءة، ليست للفهم فقط، للتطبيق والدليل. إنا كذلك نجزي المحسنين وكذلك ننجي المؤمنين فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أروع ما في القصة أن الله بهذا التعقيب جعلها قانونا، معناها أنت أيها المؤمن، أنت المعني بهذه القصة، أنت المطالب بها. إذا جاءك كرب عظيم توجه إلى الله عز وجل واعتمد عليه وتوكل عليه ولذ بحماه وقل يا رب ليس لي إلا أنت، من أجل أن ترى كيف أن الله جل جلاله يزيح عنك هذا الكرب العظيم. هذه قصة من أجل أن نعيشها، من أجل أن نمارسها، من أجل أن تكون لنا نبراسا في حياتنا. كلما ألم بك شيء لذ بالله عز وجل. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، ما لنا إلا الله عز وجل. نحن عبيد، نحن ضعاف، نحن مستضعفون، لكن الله هو القوي. لذلك يا رب كيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك، وكيف نفتقر في غناك، وكيف نضام في سلطانك. يا رب حاشا أن نضل في هداك، وحاشا أن نفتقر في غناك، وحاشا أن نذل في عزك، وحاشا أن نضام في سلطانك. هذا هو الإيمان يا أخي، الإيمان أن تكون مع الله، أن تكون معه في طاعتك وفي التجائك وفي توكلك وفي ثقتك به، هذا هو الإيمان. هذه القصة يجب أن تكون شعارا لكل مؤمن. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني باللغة الدارجة يعني يا عبادي ما حتلاقوا مثل مني مجيب لكم، سألوا جربوا، إن سمع ما بيقدر، وإن قدر ما بيسمع، وإن سمع وقدر ما بيحبك، ما بيخدمك، إن سمعك قد لا يملك القوة، والله ما بيدي شيء يا أخي، والله بتمنى، والله قلبي معك، والله بقطع قلبي من أجلك، بس العين بصيرة واليد قصيرة، إن سمعك ما بيقدر، وإذا بيقدر ليش ما قلت لي؟ ما خبرناك ما لقيناك، مشكلة ثانية. وان سمع وكان بيقدر بس عدوك ما بيحبك،
أما ربنا عز وجل سمعانك سمعانك وقدير على كل شيء وبيحبك. هذا معنى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ومن الكرب العظيم الموت، بين إنسان يموت والله راض عنه والموت عرسه، وللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل، وبين يكون أكبر كرب عظيم هو الموت، نهاية كل المتع بداية كل التبعات. يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي لك. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. يعني في أجمل من كلك ذكر حسن بعد الموت؟ كل ما ذكرت الله يرحمه، الله يعلي مقامه، ترك أثر طيب، ترك علم نافع، ترك طلاب جيدين، هذا الذكر الحسن، هذا أعظم عطاء. يعني في إنسان أعزه الله كالنبي الكريم؟ ما بعتقد في إنسان بالعالم كله. اذهب إلى المسجد النبوي الشريف، شيء لا يصدق، لك مئات الألوف كلهم يبكي، لك ما التقوا معه. ما هذا الذكر؟ ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وأنت كمؤمن الله بيرفع شأنك، بيقول لك ذكر طيب. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. هيك المحسن، كن محسن. من الإحسان أن تستقيم على أمر الله، من الإحسان أن تلتزم السنة، من الإحسان أن تنفق من علمك، من مالك، من جاهك، من كل شيء، من الإحسان أن تأتي حركتك في كل شيء وفق المنهج وفق السنة، هذا الإحسان. قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل. عم بذبح وفي إحسان كمان. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذبح شاة أمام أختها فغضب النبي، قال له هل عزلتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ في إحسان بالذبح كمان، في إحسان بقتل العقرب لا تعذبه ضربة واحدة، إحسان بالتربية، إحسان بالبيع والشراء، إحسان بالكلام. الله عز وجل أمرنا بالإحسان، إذا كنت محسناً فلا تخف، لأن الله عز وجل معك وسينصرك من الكرب العظيم. هذه قصة على إيجازها، قصة موجزة جدا، هي اسمها حدث واحد. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين والحمد لله رب العالمين.